لمراجعة الوظيفة العمومية لأنه العدد ضخم. شو يعني مراجعة من إعفاءات؟ هل تتصورون إعفاءات؟ مش إعفاءات، برنامج طويل الأمد. ما كيم مثلاً شنو في؟ 80 ألف اللي سيد باجي قائد السبسي وقع اتفاقية مع اتحاد الشغل الانتدابهم نتاع المناوله. علاش نجم تخرجهم الآن؟ وإحنا كترويكا لو فوضنا مع اتحاد الشغل باش نقبلوهم، لأن ما نقطعوش الخبز نتاع الناس والثورة وإلى غير ذلك. لكن ربما كنا نحسن الاتفاق، كان نشترط أنه تعمل دبلوم صناعي تولي بلوم دي ولا نجار ولا كذا، وننتظرك باش تستفيد منه المؤسسات يولي السيرفيس دو مانتونونس يولي كذا. ولكن ما نجموش نقولوا لنا هل أنت تجي ال 80,000 هذوما وتخرجهم وتقبل؟ لا، الوظيفة العمومية مثخنة سيبلي. ولكن في كان تو دون كادر مون فابل. اليوم المديرين في الوزارات والمديرين العامين ما تلقاش برشا، دو فاسون كو ثم اكتظاظهم وثم ملفات ما تلقاش شكون يمسكها لك. انا نقول لك مثلا في المستشفيات العموميه، المستشفيات الكبرى الجهويه والجامعيه فيها وحده اسمها كونترول دو جيستيون، والوحده الثانيه اسمها لوديت انترن باش يضمنوا سلامه التصرف في المستشفى. هذوما كلهم فارغين، وانت باش تحط واحد في اليونيتين تاع الكونترول جيستيون يلزم يكون معناها عنده خبره طويله لو كبير، منين باش تجيبهم؟ لا، لكن الاشكال اللي حطوا في ديزيونيتين بوانتو كيما هي حطوا ناس ما عندهم حتى خبره في اطار الاجماع. لا والله انا قلت لك احنا عندنا معناها تصريحات من عديد الوزراء الاداره عندها نواميسها. ما تنجمش تعين مدير وهو ما مرش بالمرحله نتاع سيرفيس شيف سيرفيس وباقدميه معينه. لا ما قلتلكش مدير، انا قلت لك ناس يخدموا في ليزونيتي هذوما هو ما عندهم حتى خبره. ما تعين حتى واحد في مكان، وهون نرفع نعطيك تحدي ورفعين. خبوك تلقى واحد تعين في بوست يقتضي شروط وهو ما توفرش فيه الشروط هذه. دو الوظيفه العموميه قطاع بر قطاع، تلقى قطاع معبي تلقى قطاع ناقص. تاخذ قطاع الصحه مثلا ناقص. اليوم تلقى دي سيرفيس يونيفرسيتير كونتين تاع كارديولوجي انترفونسيونيل تاع جراحه الصدر والجراحه الصدر وناقص ممرضين وناقص. هي ما مش هذا السؤال يا سي عبد الله. السؤال انا السؤال التوافق بينكم وبين ليدا تونس هو اللي عقد مراجعه التعيينات اللي هي كانت في البروغرام نتاع ليدا تونس. تقول لك الملف هذايا نتاع مراجعه الوظيفه العموميه فلتراجع وليس لنا اي خشيه. كحركة النهضة؟ إيه ليس أنتم لا تعارضون مراجعة التعيينات؟ وليس لنا الالتزام بالقانون وبالمنطق وبالأخلاق، وفلتراجع ليس لنا أي خشية.